الدوري، وكل اللي عليك تلم اصحابك وتعمل فريق فخم، تصدر اخر كل اسبوع واكسب الكاش بالمسابقه اللي بتبلش يوم 26/3. منافسة على الأسبوع الرابع من المسابقة بتوصل جوائزها ل 1200 دينار لأول 3 فرق متصدرة على الأردن. بدك تربح أكثر؟ إذا قدر فريقك ينافس ويحجز مكان بصدارة الترتيب العالمي رح تكسبوا البونص الأسبوعي والكاش رح يزيد. لاقينا بالدوري وفرجيهم مين الأقوى.